أي شيء جيد للشمال اليوم في مؤسسة جزائرية تقوم بصناعة هذا الكشف. نتفقنا مع المتعاون إن شاء الله مع زميلي باش نعطوه دفع قوي على الأقل مؤسسة كقطاع خاص أو عمومي لتصنع هذه السخانات أنها تواصل من أجل يورد لها الكشف باش يصبح جزء من عملية إنتاجها والبيع. وبالتالي ما راحش نروحوا للاستيراد لأن إن شاء الله يكون حجم الإنتاج الكافي. إذا بقى حجم قليل يعني الاستيراد إن شاء الله كل ساكن يكون عنده على الأقل هذا الكشف باش نقلل لأقصى درجة ممكنة. أما الآن ممنوع من إعداد تاجر أو مؤسسة تبيع هذا الشيء بدون هذا الكشف. إن شاء الله تطبيق الإطارات سيد الرئيس ومجلس إخواننا في سلم الغاز وراح نطلبوا أن يتواصلوا مع المتعامل مش على الأقل يجسد قرارات سيد الرئيس ميدانيا من خلال كشف جزائري معتمد من طرف وزارة التجارة وزارة الصناعة معتمد من طرف إخواننا مؤسسة الغاز.